السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هو ترشي تونسي، هذه حق، هذه شهادة لله. فريق المكشخ راهو فريق مش عنده شعبية غير في الجزائر، برك عنده شعبية في المغرب العربي وحتى في العالم. احنا يسرتو في عنابل هنايا، راهو كي نشوفوا ترجي تونسي خاصة يلعب ضد الافريقي، مع احترامنا وعندي صحاب ياسر لنصر الافريقي، بس حنايا مكشخ هنايا ترجي، لانه في الحقيقة فريق القاب، فريق شرف الكرة العربية هو وشبيبة قباه في عنابة في الجزائر والأهلي المصري. وترجي تونسية لأنه استخدم لاعبين جزائريين عدة، على رأسهم بلايلي وتزيري بلال سابقا، والياس شتي سابقا، توغاي حاليا، بدران سابقا، عدة لاعبين جزائريين اللي تقمصوا هذا الفريق، اللي خلى الجمهور الجزائري والعنابي بصفة خاصة يمد يحب الفريق هذا. للحقيقة فريق تاع ألقاب وفريق عالمي. نتبع لا شوف، في الحقيقة راهي ترجي تونسي خاصة في الخمسة ستة سنوات الأخيرة راهو شوية بعيد عن مستواه المعهود. احنا عهدنا فريق ترجي يلعب كل عام بطولة، سما ما يحسبلهاش البطولة، البطولة بالنسبة ليه محسومة. هو ديما الهدف الرئيسي تاعو يوصل أبعد حد في رابطة أبطال إفريقيا ويلعب على كأس بكل أريحية. ترجي تونسي باسكو يلعب فيه بلايلي، لعب فيه شتي، عندنا ياسر ملاعبيه جزائريين يلعبوا في الترجي. ان شاء الله ما يغيضهمش الحال الافريقي المنتخب شويه، بس الترجي ديما عندنا ميزاجور معاها، ديما يعني نتبعوها، عم بالنا واش دارت، عم بالنا الشامبيون تاعها، عم بالنا كي دير كوب دافريك بار اكزومبل، في كي تلعب كونتر القبائل، كونتر اليازما دالجي، ديما عن عليها معلومات. يا بادوت كما يقول لك، ما كانش فيه شك، الترجي هو المعروف لكده، انا نعرف الترجي، كاين كلاب افريكان، كاين ثاني نادي صفاقسي، هذوما اللي وعدا لعبوا فيه ياسر، ثاني اللي زرجيني لعبوا فيه عنامبا من هنايا، لعب فيه بالليل، لعبوا فيه بزاف. كان كلاب افريكان تاني لعب فيه مغاريا، واقيلا فوضي المغاريا، لي ماتش كله، حتى تحطي ماتش تاع السودان نتفرجوا، الهند نتفرجوا، باكستان نتفرج، حب الفوتبول بصفه عامه، مشني يعني عندي كيب هذيك هكا ولا البرسا ولا الريال ولا فوتبول، حتى نلقى في طريق يلعبوا بالون نحب نتفرجوا. الحقيقه كان فريقين، كان فريق اللي قبل كان وقت فوضي المغاريا كان النادي الافريقي، لانه تقريبا دار كارير كبير، احنا كنا من المحبي تاع فوضي المغاريا وكان افريقي، ومن بعد ولا الترجي بيسك بانضمام اللاعبين الجزائريين، يعني الترجي عدد كبير من اللاعبين ولينا يعني نسبورتيو الترجي. في الحقيقه حتى قضيه لعب النادي الافريقي فقد الهويه تاعو، يعني ما عادش هناك يعني لاعبين عندهم مستوى، تراجع الفريق بشكل كبير. الترجي بقى محافظ على الاستراتيجية تاعه، اللاعبين يعني كل عام هناك يعني تطور، ومواظبين يعني في يعني الشامبيونز ليغ تاع الافريقي، الشامبيونز ليغ تاع افريقيا، يعني كل عام يشاركوا والمستوى تاعهم مستقر، بصح الافريقي تراجع كثير. الترجي عنده اكثر شعبية، تأهل قداش من خطرة، معروف عربيا. الترجي التونسي توج، هو توج بزاف بطولة تاع تونس، هو ديما رقم واحد وده البطولة تاع بطولة الإفريقية، هو ده وجينا حتى تفرجنا في تونس عليها. الترجي الرياضي نادي عريق، نادي قديم، فاز ياسر، لعبوا معه الجزائريين ياسر، يوسف البلاي اللي فكرنا بالايام جميله ياسر في دوري ليغ دي شامبيون دافريك ورا بعضاهم. ترجي والله نحبوا سافا، مي باه نتبع ماتشات وماش حاجه، ابار هكا لي فينال تاع لي كوب تاع الافريك. انا ترجي تونسي، ترجي تونسي نادي الافريقي، كان يعني عنده شعبيه في الجزائر،
ثم كانوا لاعبين جزائريين بكثره كانوا يلعبون الانديه التونسيه. رجي يتمتعنا يعني بالجماهير واللعب واللعب التكنيك والجماعي وكل شيء فعلا. ترجي التونسي، النجم الساحلي، هذو القوة الضاربة تاع تونس. ما عنديش وقت ياسر مع العمل، انسان راهو مع العمل الوقت ما كانش ياسر.